وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله شهادة نرجو بها صحبته في جنات النعيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وسلِّم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا إنك على كل شيء قدير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم آمين. ما زلنا أيها الإخوة والأخوات معنا في المسجد وعلى صفحة المسجد مع حديث سهل بن سعد الساعدي، والذي فيه أن رجلا جاء للنبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. هذا هو المفتاح. وقطعنا شوطا طويلا ونحن نقترب من النهاية من هذا الحديث إن شاء الله تعالى، والدروس والعبر وأقوال العلماء والزهاد وغيرهم في هذا الباب. ووقفنا عند: وأهل الزهد في فضول الدنيا أقسام. وأهل الزهد في فضول الدنيا، فضول الدنيا ما زاد عن حاجتك، فضل هذا، طعامك، شرابك، لباسك، أولادك، نفقتك، كل هذا تحتاجه، حتى كل من السيارات والبيوت ورسوم الدراسة والبيلز، كل هذه حاجات. ما زاد عن كل هذا، هذا هو ما يتكلم عنه الشيخ في هذا المقام، اللي هو فضول الدنيا. فقال أقسام: فمنهم من يحصل له، يصير عنده زيادة في المال، فيمسكه يضب عنده يعني، ويتقرب به إلى الله، كما كان حال كثير من الصحابة رضي الله عنهم وحال غيرهم. قال أبو سليمان: كان عثمان وعبد الرحمن بن عوف خازنين من خزان الله في أرضه. كانوا من الناس أصحاب المال الأغنياء، صحابة أغنياء، زناجيل كثير يعني، لأنه بعض العوام يفهم أنه إذا كنت متدين لازم تكون فقير، إذا كنت متدين لازم تكون شحاد، إذا كنت متدين لازم بنطلونك مشقوق يعني، وسقف بيتك مايل، وسيارتك اللي بحب النبي دز. فهيك بعض الناس بفكر أنه ما دمت متدين لازم تكون هكذا، وهذا غير صحيح. وأنا دائما بكرر بيت الشعر: وما الدنيا إلا لنا وحدنا ولكنهم نازعون بها. فهؤلاء الصحابة كانوا من أغنى الصحابة رضي الله عنهم، ويسميهم هنا خازنين من خزان الله في أرضه، أموال كثيرة طائلة، ينفقان في طاعته، وكانت معاملتهما لله بقلوبهما رضي الله عنهما. فكانوا ينفقون في سبيل الله، ينفقون الآلاف المؤلفة رضي الله عنهم، حتى وصل بعثمان عندما ندب المسلمون لتجهيز جيش العسرة غزوة تبوك، وكان اسمها جيش العسرة، يعني صعب كانت أحوال الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتدبهم، فقام عثمان رضي الله عنه وقال: عندي يا رسول الله 100 من الإبل بحمولتها، واحدة ولا ثنتين ولا 10 ولا 20، 100 بما عليها، ثم 100 أخرى، ثم 100 ثالثة، رضي الله عنه. ثلاث مرات يقول بأنه يجهز 100. فالنبي صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه، وكان إذا فرح يتهلل وجهه حتى يصبح كالبدر عليه الصلاة والسلام. هو جميل من غير يعني ما يكون فرحان، لكن يزداد جمالا عليه الصلاة والسلام. كان بعض الصحابة يتغزل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كنت أنظر إلى وجهه وإلى البدر، فوالله إن وجهه أجمل من البدر
عليه الصلاة والسلام. ففرح جدا بفعل عثمان وقال اللهم ارضى عن عثمان فإني عنه راض. لأنه يعني الدعاء للمنفق من السنة، وأنت تكل سريرته إلى الله. بعض الناس ينتقد بيقول يعني الشيخ أحيانا لما بصير فندريزنج ولا بنجمع لفلسطين ولا للروهانجا ولا للباكستان، يعني اللي بدفع كثير يدعو له كذا. طبعا يعني يدعى له، والله المال شقيق الروح، والجود بالمال ما هو سهل على النفس، ولذلك تبذل النفس في الدفاع عن المال، أليس كذلك؟ تبذل النفس بالدفاع عن المال، من قاتل دون ماله فهو شهيد. فلما الإنسان يتصدق ويتصدق بالكثير غالبا هذا إنما خرج عن هذا المال لوجه الله عز وجل، فيذكر ويشكر ويدعى له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أصحابه. وكان المنافقون يلمزون الصحابة، يلمزون المتطوعين من المؤمنين، ويقولوا ما أنفقوا إلا رياء، ما أنفقوا لوجه الله، يلمزون المتطوعين من المؤمنين كما أخبر الله عنهم في سورة التوبة. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بفعل عثمان وصدقة عثمان، وكان يمشي عثمان هكذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبا وآيبا، فينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. شو هالشهادة العجيبة، هذه شهادة مش قليلة، يعني واحد حي لا يدرى بما يختم له، لا يدرى، هذا غيب، لكن الله أطلع محمد صلى الله عليه وسلم على هذا الغيب، وأن عثمان سيختم له بخير. وعثمان أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أمارات، على لما كان على جبل أحد النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان وأبو بكر وعمر، وتحرك أحد، الجبل تحرك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد وما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. صديق معروف والنبي معروف، ظل عمر وعثمان، فختم لعثمان بالشهادة. ويوم أن طوقوا بيته المجرمون هؤلاء والقتلة الذين جاءوا من خارج المدينة، أقسم على المؤمنين ألا يرفع أحد سلاحه للدفاع عنهم، بل ما أحد يدافع عني، ولا يعني تسقط قطرة دم بالدفاع عني، أنا أميركم وأنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأمركم أن تنصرفوا، بدهم لا يريدون غيري، مش عايزين إلا أنا، اتركوهم اتركوهم. فإني رأيت الليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي ستفطر عندنا يا عثمان، ما في داعي. فختم له بالشهادة، ختم له بالشهادة، لأن الإنسان سيرته وتاريخه وأعماله تقوده إلى مثل هذه النهاية، والعكس والعكس والعياذ بالله. الأشقياء، يعني أبو لهب كان قرآن يتلى، قرآن يتلى يشتمه، قرآن يتلى، يقول تبت يدا أبي لهب وتب، يقال 10 سنوات وهذه السورة تتلى وأبو لهب حي. ولو كان القرآن من عند غير الله لأسلم أبو لهب وقال ليش أنا تب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم، يعني وين هذه، ألغوا القرآن كله، هذا اللي بيقول لي أنا سأختم لي بالسوء، أي أنا أسلمت، وين القرآن صار؟ لكن هيهات، سبحانه العليم الخبير، لا إله إلا هو. فأنفق عثمان وأنفق وأنفق رضي الله عنه، وهذا شأن الأغنياء، أغنياء المسلمين، ومنهم الكثير من فضل الله حتى هذا اليوم، من أغنياء المسلمين من ينفق في سبيل الله عز وجل، ومنهم من نسمع بهم ومنهم من لا نسمع به. فإذا أهل الزهد في فضول الدنيا أقسام، فمنهم من يحصل له فيمسكه ويتقرب به إلى الله، كما كان كثير من الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم، ومنهم من يخرجه من يده
ولا يمسكه. وهؤلاء نوعان، هؤلاء نوعان لا يبقي هذا المال عنده، وهما نوعان، منهم من يخرجه اختيارا وطواعية، ومنهم من يخرجه ونفسه تأبى إخراجه، ولكن يجاهدها على ذلك. صحيح بطلعه، لكن بطلع مع طلوع الروح، لكن بطلعه، يجاهد نفسه. النفس بتقول له وين رايح، والمسؤوليات والأولاد والبنات والجامعات والزواج والفواتير وأمك وأبوك، فتهيئ له كل مصاريف الدنيا حتى لا ينفق في سبيل الله عز وجل، فيجاهد نفسه، يجاهد نفسه ضغط شديد. وتحبون المال حبا جما، مين بيكره المال؟ ضغط شديد على النفس حتى يخرج الإنسان هذا المال. ولذلك من ما ترى في حياتك من المصلين والمحافظين على الجماعات وعلى الصلوات وعلى العبادات وقراءة القرآن، ولكنهم في ساحات الإنفاق يتخلفون، في ساحات الإنفاق يتخلفون، ولا حتى في الصفوف الأخيرة. مستعد يصلي في الصف الأول، مستعد يقرأ قرآن، مستعد يختم كل شهر، مستعد كل هذا، لكن أنا أتكلم عن الواجدين، عن اللي عندهم، مش أنا بتكلم عن صنف واحد من الناس، أصحاب الأموال اللي عندهم المال وباستطاعتهم أن يتصدقوا، هذا هو مكان الحديث. قال: ومنهم من يخرجه ونفسه تأبى إخراجه ولكن يجاهدها. وقد اختلف في أيهما أفضل، وقال ابن السماك والجنيد الأول أفضل، الأول الذي هو يخرجه اختيارا وطواعية وبسهولة، وبسهولة يخرجه لتحقق نفسه بمقام السخاء والزهد. وقال ابن عطاء الثاني أفضل، لأنه زاد عن الأول بعمل ومجاهدة للنفس، وهذا لا يكون من غير أجر وثواب، جاهد نفسه وأخرج المال. وفي كلام الإمام أحمد ما يدل على أن الثاني هو الأفضل، والله أعلم. ومنهم من لم يحصل له شيء من الفضول، ما عنده شيء، بقيته عقد الرأس مثل ما بقوله، ما عنده زيادة، بل هو زاهد في تحصيل الزيادة، يعني بيشتغل كم ساعة اللي تكفي هالبلات اللي عليه، بيقدر يشتغل أكثر ويجيب أكثر، مش عايز، بدون ذكر أسماء، بعرف محل هنا يعني نروح نشتري منه بعض الأغراض، وفي آيتم معين عنده يعني مطلوب جدا يعني، والناس هكذا يكونوا واقفين على الدور، فبيقول أنت إلك كذا وأنت إلك كذا وأنت إلك كذا وأنت، وخلص ما ضلش. فقلت له طيب كثر ما دام مطلوب هذا الأمر، كثر. قال لا أنا مش عايز أوجع راسي، ما بدي أكثر، فبيعمل على القدر يعني على كم زبون، وما هو مستعد يساوي أكثر، وخلص هو هكذا يعني راضي بهالكلام، مش عايز يتوسع، مش عايز يزيد، هذا الحد الذي هو مقتنع به. قال: وهو زاهد في تحصيله، إما مع قدرته قادر على تحصيل الزيادة أو بدونها، بدون القدرة، لكن الأول أفضل اللي عنده القدرة من هذا. ولهذا قال كثير من السلف إن عمر بن عبد العزيز كان أزهد من أويس ونحوه، كذا قال أبو سليمان وغيره. وكان مالك ابن دينار يقول: الناس يقولون مالك زاهد، إنما الزاهد عمر ابن عبد العزيز. وقد اختلف العلماء أيهما أو أيما أفضل، من طلب الدنيا من الحلال ليصل رحمه ويقدم من الدنيا لنفسه، أم من تركها فلم يطلبها بالكلية، ترك الدنيا عايش عيشة الكفاف. فرجح الطائفة من تركها وجانبها، ترك الدنيا، منهم الحسن وغيره، ورجح الطائفة
من طلب الدنيا على هذا الوجه، طلبها بالحلال لتنفق بالحلال، لتنفق بالحلال. رجحوا أن هذا هو الأفضل، الذي يطلب الدنيا بالحلال. منهم النخعي وغيره، وروي عن الحسن أيضا نحو ذلك. والزاهدون في الدنيا بقلوبهم لهم ملاحظ ومشاهد يشهدونها. الزاهدون في الدنيا بقلوبهم، فمنهم من يشهد كثرة التعب بالسعي في تحصيلها، فهو يزهد فيها قصدا لراحة نفسه فقط، مش عايز يتعب حاله يعني، مش زهدا فيها يعني، لا يريد أن يتعب نفسه، لأن وجع رأس الدنيا يعني. كل يوم كل يوم يعني، بسأل أحد الإخوة، جاني مرة بده يعني يتزوج، بده يعقد يعني، فعرضت عليه الأيام اللي يأخذ موعد معي، قال لي ما أستطيع هذا اليوم ولا هذا اليوم ولا هذا، 7 أيام عرضت عليه 7. فقلت له ليش تتزوج طيب؟ ايش داعي تتزوج؟ خليك في الشغل يعني، هذه بنت الحلال بدك تجيبها وتربطها ومش حتشوفها يعني، إذا مش قادر يا زلمة تعقد الزواج كتب الكتاب، المفروض تعطل وتغتسل وتلبس البدلة وتتعطر وتخليه سبيشال دي يعني. يعني لماذا تتزوج؟ فبعض الناس هذا حالهم، يهلك نفسه بالعمل، وهذا أمر غير مرغوب فيه، ولا هو من الحكمة. فيعني مثل ما قالوا يعني، لا تذيب الجوع ولا تفنى الغنم، هكذا نص على نص، اكفي حالك واكفي من تعول وريح نفسك، فإن لنفسك عليك حقا، ولأن لضيفك ولأهلك ولولدك ولربك، فأعطي كل ذي حق حقه. من الناس لا يعملون مطلقا يعني، لا قصدي لا يكلون ولا يأخذ إجازة يعني. حصل مرارا أقول للأخ متى الدي أوف تبعك؟ والله ما في دي أوف. لو كان مضطرا للقمة العيش معذور، لكن لو كان للاستزادة من الدنيا فغير معذور، غير معذور يعني. فجأة يقال مات يعني، أنت لا تملك روحك ولا تملك نفسك، الله اللي يملك ذلك، وعمرك هذا بيد الله عز وجل. فيعني المال اللي بتجمعه بتتعب فيه كثير، أنت تتعب فيه جدا، تمتع فيه بالحلال وأنفق، خذه معك يعني للآخرة. أنا بقول للإخوة دائما اللي بتصدقوا، أنت بتتعب بمالك خذ منه شوي معك يعني. أنا ما بقول لك تأخذه كله، ولو أخذته كله لا كنت منصفا يعني، فلوسك أنت تعبت فيها يعني، بدك تأخذها معك كلها يعني مشان تنجو يوم القيامة، لكن خذ قد ما بتستطيع من هذا المال معك. قال فهو يزهد فيها قصدا لراحة نفسه. قال الحسن الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، ومنهم من يخاف أن ينقص حظه من الآخرة بأخذ فضول الدنيا، ومنهم من يخاف من طول الحساب عليها. هذول قلال الآن يعني، إذا كان في منهم في الدنيا خايف يأخذ من المال لأنه خايف ربنا يحاسبه كثير عليها، أين هم؟ لم ألقى أحدا منهم في هذه الدنيا. وقال بعضهم من سأل الله الدنيا فإنما يسأل طول الوقوف للحساب، ومنهم من يشهد كثرة عيوب الدنيا وسرعة تقلبها وفنائها ومزاحمة الأراذل في طلبها، كما قيل لبعضهم ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها. شركاء الدنيا خسيسين، قاتلوك على القرش وعلى الدولار، فيهم خسة طلاب الدنيا من غير محلها وإنفاقها في غير محلها وإنفاقها في غير محلها. وأما الدنيا والمال فلا بد منه يعني. بتذكر الحديث سعد بن عبادة، وهو من هو سعد يعني؟ في القمة من الصحابة رضي الله عنه، القمة من الصحابة، ما حد بيقدر يزود على سعد. فكان يقول اللهم هب لي حمدا وهب لي مجدا، لا مجد إلا بفعال يقول، ولا فعال إلا بمال. ليش تعمل حاجة إذا يعني ما في مال؟
بدك ترسل يعني ايميل لازم يكون عندك سيرفيس، ولازم تدفع يعني الاشتراك، بدك تمشي السياره كم متر، بدك بنزين، ما في فعال من غير مال لابد. فيقول لا مجد الا بفعال ولا فعال الا بمال، اللهم انه لا يصلح لي القليل ولا اصلح عليه. يقول اللهم هب لي مجدا وهب لي مالا، اللهم يقول إنه لا يصلح لي القليل ولا أصلح عليه، بدي كثير. يقول سعد بن عبادة أريد الكثير، لكن ياريت يكون مثل يعني عشر سعد في حسن أخذ المال وحسن إنفاق المال رضي الله عنهم أجمعين. فهذا الصحابة يقولون هذا القول رضي الله عنهم. فلا يعيب الإنسان طلب الدنيا من حلها وإنفاقها في محلها. ومنهم من كان ينظر إلى حقارة الدنيا عند الله فيقدرها، كما قال الفضيل: لو أن الدنيا بحذافيرها عرضت علي حلالا لا أحاسب بها في الآخرة، لكنت لو أنه ما عليها حساب، يعني كل الدنيا بدها تيجيني ويوم القيامة مش هتحاسب عنها. قال: لكنت أتقدرها كما يتقدر الرجل الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثوبه. لا شك أن بعض الصالحين من السلف وصل إلى مقام عظيم من الزهد وحب الآخرة والتضحية في هذه الدنيا، وأيضا عاشوا هذا الكلام، لم يكن فقط هو عبارة دعوة يدعوها وكلام منمق يرضى الناس به ويمثلوا، كانوا يعيشون هذا حقيقة. هؤلاء قلة نادرة جدا، وليس هو هذا المطلوب شرعا، إنما تحكى هذه القصص حتى يتعظ أمثالنا، نتعظ في طلبنا للمال وفي تعاملنا مع الدنيا، ويكون عندنا فقه في التعامل مع هذا المال وطلبه وإنفاقه. ومنهم من كان يخاف أن تشغله عن الاستعداد للآخرة والتزود لها. قال الحسن: إن كان أحدهم ليعيش عمره مجهودا شديدا الجهد والمال الحلال إلى جنبه، يقال له: ألا تأتي هذا فتصيب منه؟ خذ من هذا. فيقول: لا والله لا أفعل، إني أخاف أن آتيه فأصيب منه فيكون فساد قلبي وعملي، أخاف منه يعني. ولا شك أن كثرة المال أحيانا تطغي، بعض الناس بدأ بالحلال ثم انتقل إلى الحرام لما عرضت عليه المشاريع والأفكار، وكان يقف في وجهه أنه هذه المشاريع الإشكال فيها أنها حرام، فلما رأى بريق المال وكثرة المال نسي موضوع الحلال والحرام ودخل فيها، فيبكي الآن ويقول: يا ليتني ما فعلت، too late. انتقل من الحرام للحلال. في أيضا فريق آخر ينتقل من الحرام إلى الحلال، هذاك من الحلال للحرام، وفي فريق من الحرام إلى الحلال، تاجروا بالمحرمات وأدركتهم عناية الله عز وجل قبل لقائه، فتابوا وأنابوا إلى رب العالمين وتركوا هذه المحرمات. ما أشقاه ذلك العبد الذي يختم له بسوء ويكون في متجره أو في عمله بين المحرمات فيختم له على هذه الحال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وبعث إلى عمر ابن المنكدر بمال فبكى واشتد بكاؤه، وقال: خشيت أن تغلب الدنيا على قلبي فلا يكون للآخرة فيه نصيب، فذلك الذي أبكاني. ثم أمر به فتصدق به على فقراء أهل المدينة ولم يبق منه شيئا، صدق فيه. وخواص هؤلاء الخاصة يعني قلة من العدد جدا، يخشى أن يشتغل بها عن الله، كما قالت رابعة: ما أحب أن لي الدنيا كلها
من أولها إلى آخرها حلالا وأنا أنفقها في سبيل الله وأنها شغلتني عن الله طرفة عين. أقول دي مبالغة مش هيك؟ هذا الكلام فيه مبالغة. وهو إذا أنفقتها في سبيل الله هذا ما هو انشغال عن الله عز وجل، هذا شغل، هذا شغل بالله، أليس كذلك؟ يعني هذا ليس انشغال. ما هو أصلا، ما هو الذي يشغلك في الله ولله غير مسألة العبادات والصلاة والصيام والكذا؟ النفقة في سبيل الله من أعظم وجوه الخير، واللي يبذلها في سبيل الله هذا مشغول بالله، ولو كان مش مشغول بالله عز وجل كان بخبيها يعني وما بنفق منها شيئا. فبعض الجمل هذه التي تتردد عند المتصوفة جمل تصادم أصول الشريعة الحقيقة، تصادم أصول الشريعة والفهم الصحيح لمسألة الدنيا وعلاقة المؤمن بالدنيا، لأنه هذا كلام متناقض. يعني تقول رابعة: ما أحب، وكانت من الزهاد المشهورين هذه المرأة العابدة، وكان لها شعر كثير في التصوف رحمها الله، تقول: ما أحب أن لي الدنيا كلها من أولها إلى آخرها حلالا وأنا أنفقها في سبيل الله. أولا جاءت بالحلال وأنفقت كلها، هي تقول كلها في سبيل الله، وأنها شغلتني عن الله. كيف شغلتك عن الله طرفة عين؟ مدام أنفقتيها لله ما شغلتك عن الله؟ هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. فإن المال ينفع الله به سبحانه وتعالى كثيرا ويتعدى نفعه، خلافا للعبادة الشخصية. لو أنك صليت وصمت وأقمت الليل وتنفلت صياما وقرأت القرآن وختمته في كل أسبوع، كله خير وبركة وأجر عظيم، بس إلك لحالك لوحدك، نفعه مش متعدي، نفعه ليس متعدي. لكن إذا كان عندك مال كثير فكفلت اليتيم وأنفقت على الأرملة وبنيت بيتا لله وطبعت كتب ووظفت محامين يدافعوا عن الدعاة المعتقلين ظلما وعدوانا، يعني هذا خير أكثر كثير جدا من نافلتك وحجك النافلة وقيامك النافلة، أكثر بكثير أجرك. فلا بد أن نفهم مسألة الزهد بهذا الإطار حتى لا تختلط علينا الأمور، لأنه بعض الناس يفعل مثل ذلك، يعني لأنه يشتكي بعض النساء عكس اللي تكلمنا عنهم إحنا اللي هو ما بأخذ أف بالمرة. يعني في نساء تشكي العكس، يعني بيقول قاعد يعني نادر ما يشتغل، هذا بنشوفه يعني أمثلة، وأمثلة مش قليلة، ويريت أنه قاعد ومثلا مشغل ماله. لا، هو إذا بقعد مع المال فيش عندنا دخل، فيش إنكم، وما برضى يشتغل وجالس في البيت يعدلها يعني عن نقرة، تتدخل في كل شيء، طبخت بتدخل، حكت تلفون مع أهلها بتدخل، قعدت راحت مع صاحباتها بتدخل في حياتها، يعني مشتغل فيها. وهؤلاء أيضا من المفرطين، ما لهم حق يعني في مثل هذا العمل. لابد أن يعني احنا قلنا الوسط الوسط الوسط، مثل اللي أجوا على بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا احنا بدنا نعبد الله غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مغفور له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر، أنا مش حاكل اللحم، أنا مش حتزوج النساء، أنا سأصوم ولا أفطر، وأنا سأقوم ولا أرقد. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم الكلام وذمهم، ذم هذه العقيدة الفاسدة. هذا هو التطرف، extremism، هذا هو. قال يعني: أما وإني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما عندنا رهبانية إحنا في الإسلام، ما عندنا رهبانية في الإسلام، غير مقبول هذا الكلام. الوسط الوسط، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج وكان يصوم وكان يفطر. عائشة كانت تقول: ما أحببت أن أراه صائما إلا رأيته صائما، وما أحببت أن أراه مفطرا إلا رأيته مفطرا. هذا هو الوسطية، هذا هو الوسط، إن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وقال أبو سليمان: الزهد ترك ما يشغل عن الله. صحيح،
وقال كل ما شغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو مشؤوم. هذا صحيح، إلا أن يكون في الله، إلا أن يكون في الله. الآن الولد له في عنقك واجب شرعي ولا ما له؟ له واجب شرعي. فانشغالك في توفير هذا الواجب الشرعي للولد هذه عبادة ولا لا؟ بنيتك الصالحة عبادة، هذا ما أشغلك عن الله. متى يشغلك عن الله؟ إذا قلت هذا الكلام أنه أنا نفقة أبنائي في رقبتي فلازم أشتغل، وبعدين أجلت الصلاة، أجلت الزكاة، هذا الآن أشغلك عن الله. ما في صدق في الموضوع، ما في صدق، لأنك أنت هذا كله على حساب دينك، هذا غير مقبول. هذا أشغلك عن الله، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. فالإنسان ينشغل بالله سبحانه وتعالى في هذه الفرائض والواجبات اللي أوجبها عليه الشرع. وقال أهل الزهد في الدنيا على طبقتين، منهم من يزهد في الدنيا فلا يفتح له فيها روح الآخرة، ومنهم من إذا زهد فيها فتح له فيها روح الآخرة فليس، أو فتح له فيها فليس شيء أحب إليه من البقاء ليطيع الله. وقال ليس الزاهد من ألقى هموم الدنيا واستراح منها، إنما الزاهد من زهد في الدنيا وتعب فيها للآخرة، وتعب فيها للآخرة. فالزهد في الدنيا يراد به تفريغ القلب من الاشتغال بها، القلب مش اليد. يعني ممكن الإنسان إذا أراد يعني ووفقه الله لهذه الإرادة أن يكون عنده المال الكثير لكنه ليس في قلبه، إنما هو في يده، لأنه الدليل أنه جمعه من حله وأنفقه في محله، هذا هو الدليل. يراد به تفريغ القلب من الاشتغال بها ليتفرغ لطلب الله ومعرفته والقرب منه والأنس به والشوق إلى لقائه. وهذه الأمور ليست من الدنيا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وهذا من الدنيا النساء والطيب. وجعلت قرة عيني في الصلاة، هذا هو هذا الميزان، هذا هو الميزان عليه الصلاة والسلام. ولم يجعل الصلاة مما حبب إليه من الدنيا، ما جعلها في الدنيا عليه الصلاة والسلام. وأظنه وقع في غيرهما حبب إلي من دنياكم ثلاث فأدخل الصلاة في الدنيا في رواية أخرى. ويشهد لذلك حديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. وخرج الطبراني من حديث أبي الدرداء مرفوعا قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله، أي من عمل فيها عمله لوجه الله، سواء هذا العمل بالتصنيف عبادة محضة أو من أعمال الدنيا اللي هي واجب شرعي على الإنسان أن يقوم به فتتحول إلى عبادة، مع أنها عادة كالأكل والشرب والنوم والزواج وغير ذلك، كل هذه تصبح عبادات بالنية الصالحة. فالدنيا وكل ما فيها ملعونة، إيش يعني ملعونة؟ مبعدة عن الله تعالى، لأنها تشغل عنه إلا العلم النافع الدال على الله وعلى معرفته وطلب قربه ورضاه وذكر الله ما والاه، وذكر الله ما والاه وما والاه مما يقرب من الله، وطلب قربه ورضاه وذكر الله وما والاه مما يقرب من الله. فهذا هو المقصود من الدنيا، فإن الله إنما أمر عباده بأن يتقوه ويطيعوه، ولازم ذلك دوام ذكره، كما قال ابن مسعود تقوى الله حق تقاته أو حق تقواه أن يذكر فلا ينسى، ألا تنسى الله عز وجل. حتى في طعامك وشرابك، حتى في الأعمال الدنيوية المحضة،
ألم ترى أن الإنسان إذا أتى الخلاء سن له أن يقول أدعية قبل الدخول للخلاء، الحمام، المرحاض يعني؟ ألم ترى أن الإنسان إذا أفضى إلى أهله فله سنة وأدب من آداب النبوة أن يدعو قبل ذلك، وهي قمة الشهوة في الحياة. اللهم جنب، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يدعو هذا الدعاء. إذن لا ينبغي أن تنسى الله عز وجل، وأنت في بوتقة الدنيا وفي ذروة شهواتها تذكر الله. الطعام أليس شهوة؟ شهوة البطن. سمي قبله وتحمد بعده على هذه النعم العظيمة، وعلى أن الله عز وجل يسرها لك فأكلتها وانتفعت بها ودفع عنك ضررها سبحانه وتعالى. ومن الناس من ينظر إلى كل الأطعمة والأشربة الجميلة واللذيذة فلا يمد يده لأنه ممنوع، محظور عليه، أو مسموح له لسته 10 آيتمز يعني، والباقي كله ممنوع، وتعوض عنها في كيس دواء يعني، بأخذ هذه الأشياء كلها حبوب، عافانا الله وإياكم ومرضى المسلمين أجمعين. فإذا لا ينسى الله، حقه أن يذكر فلا ينسى، ولا يضيق أفق المؤمن فيظن أنه يجلس الإنسان في زاوية أو في غرفة معتمة ويمسك مسبحة ويجلس ساعتين تسبيح وذكر. هذا مطلوب، طيب، جيد أن يخلو الإنسان بربه ويدعو ربه ويذكر الله، لكن الذكر الأعم والأكبر هو الدائم المستمر، مش مؤقت، مش مرتبط بزمن. ويستطيع المؤمن أن يذكر الله على كل حال في حياته، أي والله، في كل حال يستطيع أن يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وما يرى منظر إلا ويربطه بإيمانه بالله، خيرا كان أو شر، رأى صاحب عاهة، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به وفضلنا على كثير من خلقه، رأى صاحب نعمة، اللهم إني أسألك من فضلك وأن تبارك لهذا في بنعمته وماله. فيذكر الله على كل حال المؤمن. فهذا هو المقصود من الدنيا، فإن الله إنما أمر عباده بأن يتقوه ويطيعوه، ولازم ذلك دوام ذكره، كما قال ابن مسعود: تقوى الله حق تقواه أن يذكر فلا ينسى. وإنما شرع الله إقام الصلاة لذكره، وأقم الصلاة لذكري. ليش الصلاة هي أصلا؟ لذكري. والحج والطواف إنما جعل ذلك لذكر الله والتوحيد. وأفضل العبادات أكثرها ذكرا لله، أو أكثرهم ذكرا لله فيها أفضل العبادات. فهذا كله ليس من الدنيا المذمومة، هذا ليس من ما يتناوله اللعن، وهو المقصود من إيجاد الدنيا أصلا، خلقت لهذا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بالمفهوم العام العريض الواسع للعبادة، مش الضيق اللي بيحاولوا الآن في بلاد المسلمين أن يعيدوا كتابة المناهج ويربوا الصغار على الفصل بين الدين والحياة، وأنه نعم صحيح العبادة الصلاة والصيام، صلوا وصوموا، وبعضهم لسه ولا حتى قابلين في الصلاة والصيام، بدهم يمحوا الإسلام من مرة، لكن هيهات هيهات، كناطح صخرة يوما ليهينها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. يعني ثور قاعد بهاجم بصخرة جبل ما في إلا يتكسر ينقرونه يعني مهما كان، هم يريدون، لكن للأسف ما أدركوا طبيعة هذا الدين هؤلاء، والله يعني لا أدري كيف الجهالة اللي أصابتهم، ما أدركوا طبيعة هذا الدين، وما أدركوا أن هذا الدين عصي على الاستئصال. مستحيل، لا يمكن، هذا دين الله، هذا دين الله عز وجل، والمستقبل له بإذن الله، المستقبل لهذا الدين، هذا دين الفطرة، دين الإنسان
اللي ما لوثت فطرته الشبهات ولا الشهوات. بعض القصص تسمع من المسلمين الجدد من هم من الأذكياء والمثقفين والمتعلمين، تقول إحدى النساء: دخلت الإسلام عن طريق إقناع بنت يعني بديني النصراني، لأنه ديني يعني أعتقد به وبصلاحه وأنه هو الحق. تقول: المشكلة إني ما خلصت يعني الدراسة للقرآن أو بعض القرآن إلا وأنا أسلمت، بدل ما هي يعني تتنصر أنا اللي أسلم. دين الفطرة، دين الفطرة تنادي الإنسان وتهتف به: اقرأ القرآن، اسمع كلام الله عز وجل، قاعد بخاطبك أنت، ما بتكلم عن ضمير ثاني أو ثالث، خاطبك أنت أيها الإنسان في فطرتك: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوأك فعدلك، تكلم معك ربنا. عظمة القرآن عجيبة فعلا، تكلم مع الإنسان اللي خلق من غير واسطة، كل صفحة من صفحات القرآن بس قرابت معهن، قراب تفكر. ما تهد القرآن هد الشعر همه كنهاية السورة يعني. وقد ظن طوائف من الفقهاء والصوفية أن ما يوجد في الدنيا من هذه العبادات أفضل مما يوجد في الجنة من النعيم. ظن طوائف من الفقهاء والصوفية أن ما يوجد في الدنيا من هذه العبادات أفضل مما يوجد في الجنة من النعيم. قالوا: لأن نعيم الجنة حق العبد، والعبادات في الدنيا حق الرب، وحق الرب أفضل من حظ العبد. وهذا غلط يقول. ويقوي غلطهم قول كثير من المفسرين في قوله: من جاء بالحسنة فله خير منها. قالوا: الحسنة لا إله إلا الله، وليس شيء خيرا منها، ولكن الكلام على التقديم والتأخير، والمراد فله منها خير، أي له خير بسببها ولأجلها، هكذا الفهم الصحيح. والصواب إطلاق ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة أن الآخرة خير من الأولى مطلقا، وهذا هو الحق. وفي صحيح الحاكم عن المستورد بن شداد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكروا الدنيا والآخرة، وقال بعضهم: إنما الدنيا بلاغ للآخرة، وفيها العمل وفيها الصلاة وفيها الزكاة. الدنيا أصلا هي اللي تفضي بنا إلى الآخرة وإلى الجنة بإذن الله أهل الإيمان. الدنيا هكذا يعني اقتضت حكمة الله عز وجل ومضت مشيئته سبحانه وتعالى. وقال الطائفة منهم: الآخرة فيها الجنة، وقالوا: ما شاء الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يمشي أحدكم إلى اليم، يمشي تروح للبحر، فأدخل إصبعه فيه فما خرج منه فهو الدنيا بالنسبة للآخرة. هذا الحديث صحيح. الآخرة أفضل، خير وأبقى وأفضل من الدنيا وما فيها. الدنيا دار الامتحان ودار أذن الله عز وجل أن يعصى فيها وأن يكفر وأن لا يشكر، أذن الإذن يعني الإرادة الكونية، الإرادة الكونية، لأن الله يريد كونا معصية العاصي وطاعة الطائع، كل لا يخرج عن إرادة الله. لكن الإرادة الشرعية لا تكون إلا في طاعة المؤمن، فتجتمع في طاعة المؤمن الإرادتان الكونية والشرعية. أن الله طلب منه شرعا أن يصلي مثلا، ثم لما صلى علمنا أن الله قدر كونا، أراد كونا أن يصلي، فاجتمعت الإرادتان. أما الكافر فأراد الله منه شرعا أن يصلي أن يؤمن، وأبى إلا أن يكفر، فكفره مراد لله كونا لا شرعا. هذا موضوع فلسفي مش وقته الآن.
فإذا هذه الدنيا بالنسبة للآخرة. لما يمشي أحدكم إلى اليم فأدخل إصبعه فيه فما خرج منه فهو الدنيا، فهذا نص بتفضيل الآخر على الدنيا وما فيه وما فيها من الأعمال. ووجه ذلك أن كمال الدنيا إنما هو في العلم والعمل، والعلم مقصود، والعلم مقصود الأعمال، يتضاعف في الآخرة بما لا نسبة لما في الدنيا إليه. فإن العلم أصله، أصل العلم، العلم بالله وأسمائه وصفاته، اللي قلنا في خطبة الجمعة أنه الإمام أبو حنيفة رحمه الله ألف كتابا سماه الفقه الأكبر، اللي هو الكتاب كان في التوحيد بلا إله إلا الله، هذا هو الفقه الأكبر، هذا هو الفقه الأكبر، الصلاة، الصيام، الطهارة، البيع، الشراء، النكاح، هذا الفقه الأصغر، لكن أصله الفقه الأكبر، توحيد، التوحيد. فإن العلم أصله العلم بالله وأسمائه وصفاته، وفي الآخرة ينكشف الغطاء ويصير الخبر عيانا، ويصير علم اليقين، علم اليقين يصير عين اليقين، وتصير المعرفة بالله رؤية له ومشاهدة. اللهم ارزقنا رؤيته يوم القيامة يا رب العالمين في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة، فيصبح علم اليقين عين اليقين، شايف انت. قال فأين هذا مما في الدنيا؟ أين هذا؟ من وين هذه الرؤية؟ إيش الدنيا يعني تأتي مع هذه النعمة العظيمة؟ قال وأما الأعمال البدنية فإن لها في الدنيا مقصدين، الأعمال البدنية لها في الدنيا مقصدين، أحدهما اشتغال الجوارح بالطاعة وكدها بالعبادة، الجارحة، اليد، الوجه، القدم، اللسان، القلب، والثاني اتصال القلوب بالله وتنويرها بذكره، اتصال القلوب بالله وتنويرها بذكر الله عز وجل، هذا الثاني. فالأول قد رفع عن أهل الجنة، إيش يعني رفع؟ وضع عنهم، اشتغال الجوارح بالطاعة وكدها بالعبادة، ما عاد في الجنة، ما في لا ابتلاء ولا عندك تقوم على الفجر تصلي ولا صيام رمضان ولا تروح على الحج ولا تدفع زكاة ولا، كل هذا رفع عنك في الجنة. ولهذا روي أنهم إذا هموا بالسجود لله عند تجليه لهم يقال لهم ارفعوا رؤوسكم فإنكم لستم في دار مجاهدة، هذا الأول. وأما الثاني، المقصود الثاني اللي هو إيش الثاني؟ اتصال القلوب بالله وتنويرها بذكره، فحاصل لأهل الجنة على أكمل الوجوه، اللهم اجعلنا منهم، وأتمها، ولا نسبة لما حصل لقلوبهم في الدنيا من لطائف القرب والأنس والاتصال إلى ما يشاهدونه في الآخرة عيانا، فيتنعم تتنعم قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم بقرب الله ورؤيته لا إله إلا هو وسماع كلامه، ولا سيما في أوقات الصلوات في الدنيا كالجمع والأعياد، والمقربون منهم يحصل لهم ذلك، يحصل ذلك لهم كل يوم مرتين كما في الآثار، بكرة وعشية في وقت صلاة الصبح وصلاة العصر، في وقتها نسبيا يعني يحصل لهم في الجنة. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يرون ربهم، حض عقيب ذلك على المحافظة على صلاة العصر وصلاة الفجر، لأن وقت هاتين الصلاتين وقت لرؤية خواص أهل الجنة ربهم وزيارتهم له سبحانه وتعالى، هذين الوقتين اللي كثير من الناس بضيعوها، صلاة الفجر، صلاة العصر، لأنه يسبقها نوم كما كانت العرب تقيل قبل العصر قيلولة، والفجر قبلها نوم، يصعب على الإنسان يجاهد نفسه حتى يقوم. وكذلك نعيم الذكر وتلاوة القرآن لا ينقطع عنهم أبدا، فيلهمون التسبيح
أهل الجنة الله يجعلنا منهم، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. كيف بتنفس الواحد؟ عادي يعني طبيعي، ما بأخذهم، ما بيكلفهم أي جهد. قال ابن عيينة: لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا، فأين لذة الذكر للعارفين في الدنيا من لذتهم به في الجنة؟ أين هذا من ذاك؟ فتبين بهذا أن قوله من جاء بالحسنة فله خير منها على ظاهره، فإن ثواب كلمة التوحيد في الدنيا أن يصل صاحبها إلى قولها في الجنة على الوجه الذي يختص به أهل الجنة. وبكل حال، فالذي يحصل لأهل الجنة من تفاصيل العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ومن قربه لا إله إلا هو ومشاهدته بعيني رأسهم يرون ربهم، خلافا للمبتدعة من الضالين الذين حرموا ذلك وكفروا من يدعي رؤية الله عز وجل، وقالوا الله يقول لا تدركه الأبصار، منين جايبين انه بنشوف ربنا؟ والله يتحدث عن هذا في الدنيا، لا تدركه الأبصار في الدنيا، بل لا تدركه الأبصار حتى في الآخرة. الرؤية غير الإدراك، الرؤية غير الإدراك، الإدراك الإحاطة من كل جانب، والرؤية هكذا من بعيد ترى الله. أنت إذا كنت في الطائرة ومررت من فوق الداون تاون يعني رأيت الداون تاون، لكنك ما أدركته وأحط بشوارعه وتفاصيله ومحلاته وما فيه من أشياء لا يمكن أن تحيط، لكن رأيته رؤية عادية يعني. وبكل حال، فالذي يحصل لأهل الجنة من تفاصيل العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ومن قربه ومشاهدته ولذة ذكره هو أمر لا يمكن التعبير عن كنهه في الدنيا، مش ممكن. كيف احنا ما لم نرى الله عز وجل؟ لأن أهلها لم يدركوه على وجهه، بل هو مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله تعالى المسؤول ألا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا، بشر ما عندنا بمنه وكرمه ورحمته، آمين. يعني تجاوز عن سيئاتنا وظلمنا لأنفسنا وتقصيرنا إلى الحد الذي يكرمنا بهذه النعم، وألا نحرمها بسبب معاصينا، لأنه ليس منا معصوم وكلنا خطاء. فإن شاء الله يتجاوز الله عن أخطائنا وعن ذنوبنا ويتقبل توبتنا ويمحو حوبتنا سبحانه وتعالى، فينعم علينا بهذه النعم العظيمة الجليلة الكبيرة. قال: ولنرجع إلى الحديث، إلى شرح الحديث، وهو ازهد في الدنيا يحبك الله. فهذا الحديث يدل على أن الله يحب الزاهدين في الدنيا. قال بعض السلف: قال الحواريون لعيسى عليه السلام: يا روح الله، علمنا عملا واحدا يحبنا الله عز وجل عليه، يعني بسببه. قال: أبغض الدنيا يحبكم الله عز وجل. وقد ذم الله تعالى من يحب الدنيا ويؤثرها على الآخرة. الكلام دقيق، يحب الدنيا محبة يقدمها على الآخرة، وهذا مذموم ولا شك. أما أنه يحب الدنيا لتكون مزرعة للآخرة فهذا مطلوب شرعا ولا بد منه، ولا سبيل للحياة من غيره. قد ذم الله تعالى من يحب الدنيا ويؤثرها على الآخرة، كما قال: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. قال: ويحبون المال حبا جما. وقال: وإنه لحب الخير، يعني المال، لشديد. فإذا ذم من أحب الدنيا دل على مدح من لا يحبها بل يرفضها ويتركها. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. فلا يقدم الإنسان حب الدنيا على حب الآخرة، بل يجعل الدنيا مزرعة للآخرة، كما ذكرنا عن عثمان
وعبد الرحمن بن عوف، واللي ذكر أنهم خازنان من خزان الله في الأرض ينفقون المال في طاعة الله عز وجل، أصحاب ملايين يعني في تقديرنا اليوم من الصحابة رضي الله عنهم. أما إذا قدمها على الآخرة فهنا الخسارة، وهذا هو المذموم. وفي المسند وسنن ابن ماجه عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت الدنيا همه، هذا شغل الشاغل، الدنيا مش الآخرة، شغل في الدنيا، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، بس بشقي حاله يعني يشقي نفسه للأسف، يصبح ما عنده مشكلة إلا الدنيا، إلا المال والبزنس والتجارة والمحل وغير ذلك، هذا اللي عنده. فهذا إذا كانت هذه حاله فهذا لن يفضي به إلا زيادة بالسوء. فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، وبالنهاية ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، تركض ركض الوحوش ورزقك ما بتحوش كما يقال، هيجيك أكثر يعني. قال: ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره. الله عز وجل يجعل من الموفقين من السعداء من أصحاب الحكمة حتى في أعمالهم من المتقنين، يهيئ له الله عز وجل من الأسباب ما تباعد بينه وبين كل ضرر، ويحالف ويؤالف الله بينه وبين النجاح حتى في دنياه، في قراراته الدنيوية، في بيعه في شراءه في زواجه في طلاق، كله هذا الذي تكون هم الآخرة. قال: ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه، جوه في القلب يعني، هي المسألة مسألة إنما الغنى غنى النفس، لأنه ترى كثير من الناس عندهم الأرقام والأموال لكنه مش غني، فقير، وتجد إنسان حالته عادية يعني أفريج لكنه غني ومبسوط كثير جدا، يقول: يا رب لك الحمد، الله اللي فينا يعني ما شاء الله. وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، غصبا عنها بتيجي الدنيا، ما بتستطيع تقول له لا، لأنه خالق الدنيا يسرها له سبحانه وتعالى، الله الذي خلق الدنيا يسر الدنيا له، فتأتيه وهي راغمة الدنيا. على أي حال، الحديث لابد من خاتمة له في درسنا القادم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أمين. شكر الله لكم حسن إنصاتكم هنا في المسجد وعلى صفحة المسجد، من صاحبنا في هذه الليلة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله